السلام عليكم، كيف حال شباب؟ اليوم كان تحديث الهالوين في فورتنايت ونزلت اشياء مهمه واشياء مجانيه. على كلامهم انه بكره راح ينزلوا تحديات كوابيس فورتنايت، تعرفوا دائما بنزلوا مجموعه تحديات ومجموعه جوائز، بتعمل التحديات وبتاخذ الجوائز، بس لسه ما بنعرف شو هم الجوائز مع انه اليوم كان التحديث. فالان بحكي لكم شو صار بهذا التحديث وشو الاشياء المجانيه غير جوائز كوابيس فورتنايت، في عندنا سكنين مجانيه. فقبل البدايه لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ولا تنسى كود الشوب YZYDD. خلينا الان نشوف العرض الرسمي لكوابيس فورتنايت اللي نزلوه فورتنايت اليوم مع التحديث. هذول سكنات من ديزني، هذا سكن تعاقد مع منشار، المنشار راح ينضاف للعبه كسلاح ميثاك، شايفين كيف استخدامه؟ اكثر من منشار، معناته مليان راح يكون منه باللعبه، مو بس سلاح واحد في الجيم. اوكي. عندنا هاي كمان سكن فينوم، شخصيه البنت منه. هذول سكنات جديدات، هذا سكن المقصات كان فيلم، اتوقع تعاقد مع فيلم قديم بالتسعينات. هواي سكن سو، هذا سكن مين القنبلة الجديد، هذا الدبدوب كمان. ركزوا على البطير هاي، هاي قدرة بتتفجر، يعني الشخصية الرئيسية للهالوين اللي هو سكن سو. طيب هاي اغلب السكنات بالصورة، وفي سكنات طلعت بالعرض بس اتوقع ما ركزتوا عليها، خلينا نركز عليهم. شوفوا نهاية العرض، في سكنين مهمات، شي فينوم، شخصية فينوم البنت، وشخصية اغوني. هذول الشخصيتين راح يظهروا بفيلم فينوم القادم اللي هو فينوم 3، والحلو بالموضوع انه هذول السكنات بتقدر تجيبهم بشكل مجاني عن طريق بطولة. البطولة اسمها سيمبيوت كاب، وراح تكون ب 22/10 بعد 11 يوم من الان. البطولة راح تكون دو، بتشارك بسيرفرك اوروبا ميدل ايست اللي بدك اياه، جبت من افضل المراكز بعطوك السكنين وباقي اغراضهم. انهم اتوقع كمان اغراض حقائب واكسات وهكذا، بس حاليا اللي نعرفه السكنين، فهم راح يكونوا حزمتين ببعض. اذا جبت من افضل المراكز في البطوله بعطوك الحزمتين مره واحده، وراح ينزل في الشوب بتاريخ 24/10. البطوله ب 22/10، السكنات راح تنزل في الشوب ب 24/10. بتكلم بس عن السكنات اللي قدامكم، مو عن سكنات الهالوين. طيب كمان فورتنايت تعاقدت مع مارفل عشان تنزل سكن اسمه ميفيستو، يب هذا السكن راح ينزل بفترة هاي الهالوين، وقلنا هذا السكن تعاقد مع الفيلم بتاع ادوارد، اسم الشخصية ادوارد. هاي الصورة بتلخص كل السكنات اللي راح تنزل في الهالوين او السكنات الجديدة. فبس بنهاية مقطعنا لا تنسى انه هاي السكنات راح تنزل في الشوب، وفي منكم ناس كثير راح يشتروهم، فلا تنسى كودي YZYDD بيكون دعم كبير الي. فبالنهاية لايك اشتراك تفعيل زر الجرس، مع السلامة.